عارفة أن كان سؤالي صادم جدا وجاء ردود أفعال كتير أن السؤال صادم، بس هو السؤال الأهم منه هو ده مش بيحصل؟ طالما بيحصل يبقى هنتكلم. دكتور مدحت، هعيد السؤال مرة تانية. أكيد بيجي لعيادة حضرتك سيدات كتير يعترفن بخيانتهن خيانتهن وبتقول لك أنه أنا أسبابي 1 2 3، بغض النظر عن منطقيتها مش عدمه، لأن مفيش مبرر في الدنيا ممكن يخليها تعمل كده تحت أي مسمى، ولكن ايه الاسباب اللي بتتقال؟ عندما يسقط الرجل، يعني بالظبط كده بيقع مني، بيقع من نظري، نتيجه ممكن تكون انانيه مفرطه منه، ممكن يكون ضرب واهانه شديده جدا، فالحاجه اللي تبقى عايشه لها اللي هو تقديره ليها واحترامه ليها راح. حاجه اللي كانت مخليها ماسكه زي ما بيقولوا في العمود، يعني ماسكه في عمود الجواز ذاته متمسكه بيه. الحاجه الثالثه تبادله او تبادليه، يعني خيانه تبادليه بداها هو انتقامية وبتحاول تردها، فبتقع تحت بند الانتقام او تحت بند اشفاء الغليل يعني. الحاجه الرابعه ان يكون هي كمان تعرضت لضغوط، احنا بننسى دايما الضغوط من الخارج. يعني لما انا اترك زوجي دون ان اسال فيه ولا اعرف بيروح فين ويجي منين، طب ما انا كده بسيبه فريسه بره لست اقوى مني او ستات اقوى مني، ممكن يقع هو اقوى بس ممكن تديله اهتمام اكتر او تهتم باموره اكتر. طبعا ما هي دي، ما هي دي بقى هم كل ست وليها طريقتها في الاتاك. ما اي راجل لما بيخون مع واحده وبيخون مع مين؟ مش واحده من النساء برضو؟ ما واحده من عالم النساء يعني. اكيد عشان بس الستات اللي بتسمعنا تقول لك اصل الرجاله هم اللي خاينين. لا مش كده، هو بيخون مع مين؟ بيخون مع نفسه، هو بيخون مع ست، فهو كل خيانه فيها راجل وفيها ست. فبالتالي يبقى لازم انا افهم ان الست برضو كمان جبروتها قوي جدا، يعني عشان الرجاله بس ما تبقاش فاهمه ان هو ايه الست دي بتربي العيال ويديها على دماغها وعارف انها ساكته. لا، لو جالها مرحله معينه وتفهمت او وقعت بقى مع مجموعه من الستات اللي ممكن يملوا دماغها بهذه الافكار، هتبدا بقى يعني تفكر في الانتقام وفي الرد. ده بيتحس بمعياره ايه بقى؟ وفقا لثقافتها ولا مدى تمسكها بدينها ولا تمسكها بالعادات والتقاليد ولا تماسكها هي على المستوى الانساني، شخصيه قويه ولا شخصيه ضعيفه او هوائيه او مطيوره؟ كل يعني كل الناس عرضه لهذا الضعف، حتى لو كانوا متمسكين بالدين وبالاخلاق وبالعرف والتقاليد. ليه؟ لان هذه الصفه او الغريزه، يعني مسمى الغريزه مكون رئيسي جوه الانسان، ما تنفعش تتجاهليه. في سن معين ممكن المراه تقبل على ده بسبب مشكله نفسيه كبيره وهي ما اهتمتش ان هي تعالج مشكلتها النفسيه فانجرفت ورا افكارها. او احتياج صريح. ما احنا برضو من ضمن الاسباب اللي لسه ما ذكرناهاش احتياج صريح للعلاقه الحميمه. وعدم قدره الرجل على تلبيتها. هو ده مش عباره عن يعني زي ما بيقولوا نيد او اسينشال نيدز جواها احتياج اساسي ورئيسي ولا يلبى. طبعا في ظاهره دلوقتي عشان برضو الناس تخلي بالها، وانا ما كنتش عايز افتح الموضوع ده اصلي خالص، بس يعني لازم يفتحه هقوله بس حتى كده قشور منه. انتشار المثليه الجنسيه بين الرجال، للاسف الشديد الناس فاهمه ان المظهر اللي بيجي في بعض البرامج والحاجات يعني الغير علميه والغير دقيقه اللي بيشبه لك ان الراجل بس لازم يكون لابس متشبه بالنساء وفقط، لابس لبس معين او حاطط شعر او حاطط ميك اب او كذا، هو ده بس الراجل. لا، المثليه الجنسيه بتنتشر بين الرجال وتشوفيهم في الشارع تتخدع فيهم. فلو واحد لو جه تقدم لبنتك هتعرفه منين؟ فسالت واحد من دول كان جاي برضه يبغى المساعده والعلاج، فبقول له انت عايز تتجوز ليه؟ تاذي بنت من بنات الناس ليه؟ قال لي ما انا ملفوظ من المجتمع ولازم ادور لي على ذروه. ذروته ايه انه يتجوز؟ عشان الناس تبطل لغط عليه وتبطل انها تشاور عليه وتبطل ان هي تصنفه انه ملوش في الجواز، فيبدا يسعى في الجواز. دي تبقى كارثه ومصيبه. طب واهل البنت ما يعرفوا منين؟ ما يعرفوش. هيعرفوا منين؟ ما هيعرفوا منين؟ ما اكيد شكلا تشوفيه ذكر كامل الذكوره. شنب، شعر في الصدر، قوام، بادي بيلدر، مش ممكن. وهيقدر يقيم علاقه مع بنت او مع سيده؟ لا طبعا مش هيقدر. ما هيكون الجواز تم. ما انا بحذر ليه؟ انا ليه بحذر دلوقتي؟ انا اول مره على فكره كذا مره تردد ان انا
افصح عن هذا. اول مره في برنامجك انا برد، انا بقول المعلومه ديت وبحذر منها، هيبقى زي الكارثه المنتظره، الكارثه اللي جايه. طب